السلام عليكم إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا بخير. ربما طال الغياب، كان عندي شي مشاكل فيما يخص اليوتيوب. مسحته من التليفون وما بقاش، صافي ما بقاش كيبان. واخا كان بغي ندخل في يوتيوب كيقول لي عندك مشكل، عندك هذه عندك هذه. قلت حتى نفورماتي التليفون كامل، وباش نفورماتي التليفون عندي الدوسيات، يعني ديك شي عامر خصني نهز من التليفون ونحط في بي سي الى اخره، وهذا سوف يكلفني الوقت الكثير. اذا تسنيت حتى يكون عندي الوقت حتى نوصل الويكاند السبت والحد، ما كنكونش خدام كيكون راحة، عاد قدرت انني انفورماتي. وباش تفورماتي التليفون يعني كتدخل اليوتيوب وكتعمل كيفاش تفورماتي التليفون، ولا كيفاش تفورماتي بي سي، ولا كيفاش تشغل يوتيوب، ولا ديك المشكل اللي كاين في يوتيوب. الحمد لله كل شيء تصلح، كل شيء نحن معكم. هذا كله هذا بفضل اليوتيوب وبفضل جوجل، يعني كل شيء كاين في جوجل. هذا الموضوع اليوم بغيت نهضر كرد على هذوك الناس اللي كيقول لك صناعه المحتوى، باش تصنع المحتوى خصك 999 درهم باش دير واحد الدوره. لا ترى كنبان بالنظر في الشكل، انا غالبا ما كنديرش نظر، واخا عندي نظر. هادو ماشي نظر، هادو غير ديال بروتيكسيون صافي، حيتاش كنستعمل بي سي بزاف. ولكن اليوم قلت نصور بهم من بعد نشوف كيفاش، ما هما عادي، هادو غير بروتيكسيون. انا الحمد لله باقي كنشوف مزيان لحد الساعه، راه بخير. كنستعمل بي سي بزاف، 8 ساعات 9 ساعات، بعض المرات كنوصل لدرجه انني نستعمل بي سي 12 ساعه في النهار، حيتاش كنستعملو فيما يخص الدراسه الى اخره. بعض المرات كنستعملهم هادو وكنلبسهم، بعض المرات ما كنلبسش شي، قليل في كنلبسهم، كنقول باش ما نولفش، ما كنعملش نظاظر صراحه الله، غير على حسب الاشعه هكذا، مره في الشهر مره في شهرين كنعمل. قلت اليوم غادي نهضروا على ديك الفيديو ديال المقاول، عمل ضجه كلشي كيهضر عليه. قال لك اسيدي خصك تصنع المحتوى، خصك هادي خصك هادي، اجي نعمل لكم واحد الدوره ب 999 درهم اللي هي 1000 درهم. كيعملوا داك الشغل ديال المارجن 999 درهم. واخا سيدي 999 درهم شنو غادي يقول لك؟ غادي يقول لك كيفاش تصنع محتوى، كيفاش دير محتوى، يعني داكشي غير ثيوريك، يعني ماشي بخاطيك ولا شي حاجه، داكشي غير في الهوا وصافي. غيعطيك غير مجرد نصائح، انت غتخلص 999 درهم، ملي غتجي سالي ديك الدوره وتبقى تفكر، تبقى تهز لهم كيفاش تشري التليفون، كيفاش تشري كاميرا، كيفاش تعلم المونتاج من بروغرام اللي غتستعمل، كيفاش تهاكي ديك البرنامج باش ما يتبانش ديك العلامه المائيه، كيفاش دير هذه، كيفاش دير هذه. فدورات بحال هادو صراحه يعني غير كيخربقوا صافي، يعني ما كاين حتى فائده منهم. اي حاجه بغيتيها كاينه في يوتيوب، كاينه في فيسبوك، او كاينه في يوتيوب وكاينه في جوجل. في حاله شي واحد مثلا يعلمك اللغه، يقول لك نعلمك اللغه، تعلم شي حاجه. في حاله مثلا تعلم شي مهاره، شي حاجه مزيانه يختصر عليك الطريق، تعلم شي فوتوشوب، رغم انه حتى فوتوشوب كاين في يوتيوب، كاين كلشي، كاين كلشي مشروح. في حاله انه تعلم شي حاجه اللي غتنفعك، مثلا عملتي واحد الدوره غتستافد، غتمشي تخدم بها ولا تعمل بها، ماشي اجي نعطيك نصائح ومشي تبدا من الزيرو، يعني ما غير كيخربقوا صافي صراحه الله. كيفاش تعلم الانسان كيفاش يصنع المحتوى؟ راه كيفاش تصنع المحتوى ماشي كنقراوها، داكشي يعني من خلال الخبره ديالك، من خلال الفيديوهات، من خلال انك كتشوف الناس اخرين كيفاش كيمونطي، وكيفاش كيصنعوا الفيديوهات ديالهم، الطريقه ديال الهضره، الطريقه ديال الكلام، طريقه واش انسان كيعمل هيدا ولا فيديو كيوقف هيدا، المونتاج، الكتابه، هذه داكشي كامل كنتعلمه. يعني ما يجيش شي واحد يعلمك بين ليله وضحاها، واحد النهار ما يمكنش يتعلم هادشي. المحتوى شنو هو المحتوى؟ المحتوى هو شنو عندك في العقل ديالك، المعلومات اللي عندك. اما باش يقريك يوصاك يقول لك ها المينياتير، ها الصوره المصغره، هذه هو والمحتوى الداخل. ها انت زوقت الصوره المصغره، زوقتي والمحتوى الكونتوني، علاش غيهضر؟ واش انت عندك ثقافه؟ واش عندك امكانيات؟ واش عندك اللغه باش غتهضر؟ واش عندك الرصيد المعرفي باش تهضر ولا تناقش ولا تواجه الناس؟ واش عندك القبوليه، يعني كيفاش غتقبل الانتقادات؟ كيفاش راه ماشي كلشي يشكرك؟ واش عندك هاد المؤهلات؟ يعني هادو اللي هما اهم، ماشي ما بقاتش في الدوره. راه هادشي ماشي خصو دوره ولا دورتين، هادشي خصو شهور، هادشي خصو الخدمه. راه باش تخدم يوتيوب خصك الصبر، خصك الصبر، تخدم الفيديو الاول، ثاني، ثالث، رابع، وتبقى تمونطي الى اخره، وربما ما يجي حتى واحد مع المده الى اخره، وخصك تصبر. ما عجبكش ديك المحتوى، ما كاينش عليه الطلب، ولا ما كيتشافش بزاف، خصك تبدل محتوى اخر، ولا تبدل اللغه، ولا تبدل طريقه ضد الهضره، ولا تبدل المحتوى نهائيا. يعني هاد الشيء خصو الصبر. راه ما بقاتش انك واخا تعمل 10 دورات راه ما تعمل والو، اذا ما كنتيش عندك اللغه، يعني ماشي اللغه، لا اقول اللغه، ما كانش عندك الثقافه، ما كنتيش مثقف، ما كنتيش واحد انسان كيعرف يميز، كيعرف يعني ماشي يعمل الضحك في راسو، فراه مستحيل تعمل شي يوتيوب. اذا ما كانش عندك الصبر، واحد الصبر اللي هو طويل، فما يمكن تعمل حتى حاجه.
اي حاجه كتعلم، كل شيء، اي حاجه كتعلم. انا حتى واحد ما جا وراني ها كيفاش تعمل مونتاج ولا ديك الشيء، كل شيء انت كتعمل، اي حاجه كتمشي لجوجل ولا يوتيوب، هاو تو وكمل، كيفاش تطبق هذه، كيفاش تعمل هذه، كيفاش تفورماتيك بي سي، كيف ما تحتاجش الانسان نهائيا. انت عملت اليوم دوره، هو ساليتي هو خصك عاود كيفاش تمونتاج، كيفاش دير المونتاج، عاود مشي تعلم مونتاج. ما كل شيء، كل شيء كاين مجاني في اخو، كل شيء كاين مجاني الحمد لله في يوتيوب، لا داعي انه الانسان. هادو مجرد مخربقين، هادو مجرد نصابه، هادو مجرد يعني شي حاجه لا علاقه صراحه الله. كيفاش اجي نعلمك كيفاش تحط اجي نعلمك كيفاش دير المحتوى، راه المحتوى باش دير محتوى خصك تقرا، خصك تدرس، خصك تمحن، خصك تعمل فيديوهات، خصك تعلم مونتاج، تعلم كاميرا، تعلم تصوير، تعلم عندك شي ما شي كاميرا هايدا وصافي، ولا شي تليفون هايدا وصافي. حاول تجمع الفلوس ديك 900 درهم اللي غتعطي، شري بها تليفون ولا شري كاميرا ولا ميكروفون، عمل الصوت، عمل جودة الصوت، عمل الكاميرا الى اخره، وانت غادي ما يعني ما يحتاجش انك تمشي تخلص الفلوس باش يعلموك صناعة المحتوى. واصلا صناعة المحتوى خصها واحد التراكمات، خصها واحد المدة طويلة، ماشي تعلمها في النهار ولا يومين. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.